سلام البنات، كدايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا، مرحبا بكم في فيديو جديد. الموضوع تاع اليوم هو بغيت نشارك معكم واحد المشتريات اللي تقديت من هاد لاباج هادي. كي كتشوفوا فيها هادي يا البنات، واحد لاباج كسيمه ماكياج هنا اون اسبان، بحال بريمور. هادي هي ماشي اول مره كنتقدم عندهم، هادي تقدمت معهم شحال من مره، كيعجبوني باسكو لا ليفريزون عندهم سي تري تري رابيد، ما كاملاش 48 ساعة جابوها ليا للدار، سي ورد كيجيبوها لك للدار. المنتجات عندهم عندك حتى 19 يورو، ابارتير دو 19 يورو سي غراتوي لونفوا سي غراتوي ابارتير دو 19 يورو. كتقدم عندهم هذاك الشيء بزاف، تدخلوا لهم لاباج تاعهم وتشوفوا شنو عندهم. المنتجات البنات اللي خدتهم انتما كي كتشوفوا امتي ديتاي، ها يا بنتي دغيا دغيا خاتو حلاتو، انتما كتشوفوا باقي ما قلبتو باقي ما حليتو جا ان باكي تاع هذا، انتما كتشوفوا هادي هي على كخافين اللي تقديت بيان سور افيك لا فاكتور. لا فاكتور فينيا خليتها في الصالون. خدت البنات هذا، انا اللي كنلقى فيهم لي كومونتير بزاف وكنلقى شي حاجه مزيانه كخدتها. هذا سيت ماسك الخاكونين ديالي فورمولا تاع سان تاع باستيك في البيبيرا هيلورونيك اسيد. هذا هو هذا لقيت فيه لي كومونتير بزاف تاع دبليو في 7، هانتوما كيما تشوفو هدا جربوه البنات، انا عجبني عجبني بزاف. سيت ان ماسك هدا واحد فقط، هاهو لتحت هدا ضروري كيعطيوك شي طخابيقة هكدا ايه دا ميراكل شي حاجة بوغ دا لا مارك مادارا. خدت هادو، هادو البنات هادو لقيت عندهم عرفتش نقول ليكم لي كومونتيغ عليهم بزاف. هادو على قبل لي بوان نواغ البنات هادو كياخدوهم بزاف، لقيت اكثر من 100 كومونتير. انا من داك لو جون اللي كيبقى يقرا وكنبقى. هذا اول مره غادي نجرب باسكو انا كنت كنجرب لا مارك واحد لا مارك مشهوره جو كرو كو اي ما سي غارنيي، كناخذو ب 6 اورو. ها انتما هادي هي هادي التيره، غادي نحلها قدامكم. لا اول مره غادي نستعمل انا هذا الشيء، هاد لا مارك هادي هادي بيوتي سياما بيوتي فورمولاس. هانتوما كي كتشوفو فيها بيوتي فورمولاس مختص اسبا بوغ انستانتلي اوت ديرت اويل اند غريس، زعما لا بو غراس بوغ لي بوان نواغ. هانتوما هي هادي شتي لا ديكور لي فيها لا فورم تاع بوغ لو ني. هذا خدت منه جوج باكيات، نجربوهم مزيان باسكو انا قلت لكم لقيت عليهم انا اللي كنقرا لي كومونتير بزاف، واخا كنعرفهم كنقرا عليهم لي كومونتير كنشوفهم واش مزيان ولا مزيانش. خدت هادو قلت لكم هادو خدت منهم جوج، انتما كيف تشوفو هادو جوج. هذا كنستعملو دايما هذا الكونسيلر، هذا انا كيعجبني دو لا مارك كاتريس كاموفلاج كاموفلاج هو هذا النمرة 22 لايت بيج. هو عندي عندو من عندي هذا، ولكن انا كنبغي ناخد منه كيعجبني بزاف باسكو كنديرو هذا تحت العين هكذا، كيعجبني كيغطي كوفر بزاف. انا قلت لكم دو لا مارك كاتريس سي كاموفلاج هو هذا، هذا كتشوف هذا تاع هو. خدت هاد ايلاينر فورم ستيلو، كتعجبني فورم ستيلو. هذا خدت ليا بقيتي عاقلة تنتد بلندين ستيك تنت استامبور ستان استامبور. Appliquer sur le visage y estamper. Utiliser ce ou sur le maquillage. Alors, vous pouvez utiliser juste avec le maquillage ou avec le maquillage.
dirais comme base. Aïe, oh là là, elle reste. هذا سوا لقيت فيها البنات اللي قالوا كومونتير مزيان قالوا كيكوفري. هذا اول مره غادي نستعمله, سي دو لا مارك تكنيك, ما عمرني استعملته. بلوستيك او كيخلي هذا لابور طباي رطيب. انا سنجربو مزيان ونقول لكم شنو كاين. انا بوغ لي كومونتير تاع البنات هذا الشيء قالوا ليك قالوا لك مزيان. ندوزو علاش انا درت لو كوموند على لا مارك دي اورديناري. هذه اللي كنقلب عليها انا باش لقيتها. هادو قلت لكم هاد لاباج هادي عندهم دي اورديناري عندهم بزاف. و تا ريفوكس انتما كتشوفو ريفوكس تا هي ختي. الوغ البنات انا علاش خدت انا اورديناري باسكو مشيت انا عند الديرمو قال لي خاصك ديري لك غاتينول بوغ لا نوي. الوغ البنات كنقول لكم الريتينول راه خاصكم تبداو بالمينيموم, راه كاين 0, ابارتير دو 0.2 0.2. انا ما بغيتش ناخذ ليا القليل وما بغيتش ناخذ ليا دائما الواحد يبدا ليه بالنمره شي شويه كي كنقولوا قليله. الوغ انا خدت ليا حيت انا الطبيب تاعي قال ليا ابارتير دو 0.5. البنات اللي عندهم لا بو سونسيبل هكذا دائما يبدا الواحد بزيرو بالقل بالاقل الاقل هي زيغول 0.2 هي اقل وحده. ها انتما كتشوفو سي تان غيتينول سي تان سيروم. هذا كيدار البنات من الليل الليل كتشوفو فيه القرعة فيها 30 مليليتر. وهذا انتما كتشوفو دي اورديناري ماركة مشهورة و عرفتي زعما شحال مره كنبغي نشريه حتى كنشري كنلقاه ما كنلقاش يكونوا اغوطاتو كيكون مقطوع. ايوا الحمد لله غاتينو اون سوليسيون ستابل اي سون او دو غاتينول بلو كونسونتري دو 0.5 امبليغي اون بوتيت كونتيتي سور لو فيزاج لو سوار. سي سا شيت انا اللي قال لي الديرمون قال لي ديريه لك جوست لا نوي. بو اونطري دي زيريتاسيون كتعرفوا بان البنات هذا كيدير لك شي شويه الحكه ماشي مشكل تصبر شي شويه, ولكن اون فوا مثلا غادي تبداي تلقاي الحموريه بزاف كيجيب لك الحكه بزاف على غير خاصك تقطعيه ما خاصكش تكملي لك في التريتمون على حسب شابو. ابري لي سيروم دو باز دوني افي افون لي سوان بلوز ne pas utiliser en conjonction avec d'autres soins à base de retinol. ما تستعمليش هذا وتستعملي واحد اخر سينو لا لابو تاعك غادي تولي لك واحد الهيجان واحد غادي يجيها الحكه بزاف. الوغ الا استعملتي هذا غادي تستعملي مع واحد بحال كنقول حنا واحد ابري من سميتو دير لي واحد شي كريم ايدراتون واحد الكريم مرطب ما تزيديش عليه واحد الاسيد واحد اوتر ريتينول sinon la peau تاعك غادي تاكل العصا. لو ريتينول بو اونترينيه دي زيريتاسيون كي قلنا قبيله دي روجور احمرار في الوجه اي اون بو كي بيل بارتيكوليرمون اوتور دي زيو اي لا بوش. غادي تلاحظوا واحد بحال كي كنقولوا كنمشيو للبحر غادي تلاحظوا لكم شي تقشرات هادو كيعني بان لا بو غادا لا ريجي لا جينيراسيون تاعت لا بو سي لا بو كت ما عرفتش نقولها لا جينيراسيون كتعاود لابو النمو تاعها من جديد. ها سي سا كي باسيونمون تاع ديزيو دي لا بوش بوندون لو بروميير جور دو سيزاسيون جوسكا سو كو لابو دوفيان بلو توليرونت. حتى لابو تاعتنا الجلد تاعنا كيتعود على هاد لا ريتينول كيتعود عليه بشويه. انا لو كونساي النصيحه اللي غادي نعطيكم هو كيف قالت لي الطبيبه تاعتي الديرماتولوج باردون قالت لي ديري نهار ايه نهار لا نهار ايه نهار لا نهار ايه و دو جوغ لا بحال هكذا. قالت لي حنا يلاه كي كنقولوا حنا اللي بدينا جداد في هذا الشيء غادي تعطيه واحد المده ما غاديش تعطي ديروه شاك جوغ ما غاديش ديروه يوميا غادي ديروا الاستعمال تاعو نهار ديروه ليكم مثلا جوج مرات في السيمانه ولا ثلاث مرات في السيمانه داكوغ على حسب حتى تعود عليه لابو تاعتنا.
et jusqu'à la peau devient plus tolérante. La peau s'atténue. En cas d'irritation persistante, cessez l'utilisation. Il faut le cesser. Ça fait presque très l'utilisation et consulter un médecin. Utilisez uniquement conformément au mode d'emploi sur une peau intacte. Il est conseillé d'effectuer un test cutané avec l'utilisation pour une guide. Un test cutané. Si, كيقول لك ديما حنا خاصنا نستعملوه هنا في اليد قبل الوجه ضروري. كيقول لك الا حسيت بالاحمرار ولا حسيتي بالحكه، ولكن حنا هذا راه خدناه على قبل الوجه تاعنا، والديرماتولوج راه قال لك راه ضروري اي غيتينول سوا دي اوردينري سوا لوكسيا غيتينول ضروري من كيجيب لك الحكه، من كيجيب لك الحكه في الوجه، لانه فيه لا كونتيتي تاع الزنك وهذا هي اللي كتاثر لينا على الوجه تاعنا، اللي كيخلي لينا فيه هذاك الاحمرار وفيه هذيك الحكه. مي ضروري ضروري من انا كي قلت لكم الا حسيتوا بداك الشيء تاعي خاص الواحد يقطعو. هذا هو بالنسبه للغيتينول اللي خديت دي اورديناري، كي قلت لكم على شحال باش لقيته. ما هذا خديت ليا هيالورونيك، حتى هو هذا دا باش من الصباح تغسلي وجهك وهكذا، حتى هو تمسحي بيه حتى هو الوجه حتى هو مزيان. قلت لكم انا ملي كنلقى شي لي كومونتير وهكذا كيعجبني كنزعم عليه. هيدراتاسيون سوبر فورمولا اسيد هيالورونيك 2%، هذا حتى هو اختو تمسحو مزيان، وضروري من تمسحو ضروري من بروتيكسيون صلاه الدريات، ضروري 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 بروتيكسيون ضروري، لان هادشي كيرجع بالبقع بالطبيعه في الوجه. الوغ هذا هو هو لقيت عليهم لي كومونتير بزاف، ريفوكس اسيلايك اسيد حتى هو هادشي. دابا بحال قلتي نهار هذا ونهار الاخر هادشي كله خاصو الواحد هذا بحال اكسفوليون، هذا كديريه وكتبداي بحال هكذا تبداي ديري عليك على الوجه تاعك برايتنين سوليوشن. هذا ما فيه لا رائحه لا حتى شي حاجه، نو ما فيه لا رائحه والو، ها هو لا تيكستور تاعو بيضاء، وهذا كديروه وكتبداي ها 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 اكزاكتومون سي سا. نو ما فيه لا شي حبه لا حتى شي حاجه، مي كتبقاو تديرو على الوجه تاعكم هكذا. سي تيب مساج سابسوا رابيدمون دغيا كيدخل في المسام. كي كتشوفوا كتحس، انا دابا كنحس بحال هكذا بحال لامينتا بحال اش نقول بحال فليو وي صافي. هكذا كتبقى دوزي في المساج راه كتخليه واحد 10 مينوت ابري كتغسليه. انا بالنسبه ليا انا هادشي اللي قلبت لي اسيد سي سو جون اكسفوليون ابليكاسيون ريلاخاتي سون ريماس رياتي لي سرو تاع ريسولوسيون اليمينادور. هذا لو في تاعو هو كيعطي هذاك ليكلا، كيعطي هذاك الضو في الوجه، هو هذا الريفوكس. هذا هو اسيلايك اسيد، هانتوما كي كتشوفوا هذا هو لا فورمول تاعتو، كتعطيه لهداك الضو كي كنقولو حنا الضو اليميناسيون في الوجه، هو هذا. من بعد خاص الوجه يتغسل هذا مع هذا. انا ان شاء الله هو اللي غادي نجرب هادشي كله، البنات غادي نجربو انا، واخا قريت لي كومونتير مي ما كتكون التجربه بيرسونيل راه مختلفه. سي اون فورمول دو ديدراتاسيون، هذا تا هو اسيد ديدراتاسيون افيك لاسيد، شتي هذا مع هذا، هذا مع هذا. لو ديرني البنات نياسيناميد 10%، راه كلشي كيعرف نياسيناميد. انا كنت باغا ناخذ اورديناري نياسيناميد تاعها، ولكن ما لقيتوش، لقيته مقطوع ما كاينش. الوغ بقيت كنقلب حتى لقيت لا مارك هذا ريفوكس، لقيت عليها حتى هي لي كومونتير مزيانين على لا نياسيناميد. هذه البنات نياسيناميد على بوق على هذوك الطبيعه تاع الشمس،
تاع الشمس اللي خلاتنا الطبيعي تاع الواحد ملي كيوصل لواحد فوق 40 50 هكذا كيبدا يخرجوا فيه في الطبيعي على الطبيعي تاع لي زغمون ولا تاع شي حاجه كتبدا تاع الوجه تاعك كيبدا ياخذ لك هذوك البق تاع الشمس. الو هذا قال لك مزيان، لا نياسيناميد مزيانه 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 للبقع، كتختص البقع. اهو نياسيناميد بروبينين نياسيناميد فورم ابليكاسيون 4 5 نقاط. اي ابري تغسل وجهك في الصباح مورنين اند نايت. اتونا اون فورما دي فيتامين بي 13 اي دي لا اوتو فيتامين بي كي سو كوربو نيسيتا بارا اون كوربو بي سالودابل. لا فيتامين بي اجودا ا ريدوسير لا ساباريسيون دو لا مانشا لا بيل. شتي اللي قلت لكم على البنات هذه اللي قريت انا، هذا اللي في تاعو هو هذاك البقع اللي كتكون عندنا في الوجه تاعنا، هذا كي كيحيدها، نقدروا نقولوا حيدها ونقدروا يقولوا كيخفف منها وكيقلل لها داك لا كولور تاعها. ماشي نقدر هنا كيقول لك اليمينا لا اباريسيون هنا اريدوسير، شتي لا الغيدوي كيقلل من هذاك. مثلا اذا كانت البقعه عندك طبعه تكون ماغوم مغلوقه كتولي بحال لا بو تاعتك لا اباريسيون دي مانشاس دي لا بيل ان ميزمو تيمبو كيقول لك لو نيفيل ناتورال دي سيبو يغيغول هذا السيبو تاعنا اللي في الوجه الكراسا الدسم تاعنا تاع الوجه تاعنا. الوغ سي بوصلا انا خدتو وهذا تاهو ديرمو تاهو قال عليه، قال لي خاصك شي حاجه لي بور لا ريغولاسيون تاع السيبو اللي عندنا اللي كيكون عندنا في الوجه تاعنا وخصوصا في البلاصه البنات تاع هنا لا بارب لا باربا وهنا تاع هاد لا زون هادي كنقولو لو 3 التريانغولو كي كنقولو لها هنا ان اسبانيول لا زون تاع التريانغولو. هذا هو النياسيناميد سي امبورطون، هو اللي كيدير هاد لا ريغولاسيون. ايوا هذا هو ادراتا استين بريجو كي يدير لك حتى هو فيه ادغاتاسيون وهذاك كيحيد لك هذاك البريجو اللي كيكون لك بزاف 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 الوجه. الوجه البريجو كيجي من هذاك السيبو من الدسم اللي كتكون لينا لابو تاعنا. ميخور لا فانكسيون دي باريرا دي لا بيير ايفيتاندو كو لا بيير بيردا اغوا و بروتيجي لو كونتامينانتي با تكستورا اسبري دي لا بيير. ها الوغ شتو هادو هما لي شنو لي قلت ليكم، هادشي اللي خدت البنات، هادو هما كي كنقولو هادا هما لو بلوز امبورطون، هادو هما اللي عجبوني انا كاع. بون انا هادشي خدتو كلو، مي هادو هما لو بلوز امبورطون اللي في هادشي كلشي هو هذا. بون كنتمنى يعجبكم لا فيديو تاع اليوم. انا غادي نجرب ان شاء الله هادشي، نجربو مزيان وابخي ندير ليكم فيديو. اوكي يلا البنات مع السلامه.